السلام عليكم متتبعي جريدة صوت العدالة. اليوم معكم مدينة مكناس مع واحد الفنان ملقب مسكر صغير، نتعرفوا عليه أكثر. السلام عليكم. أولا كنشكركم على هذا الاستقبال هذا وعلى الضيافة هذه، وتحية خاصة لصوت العدالة اللي كتتيح فرصة للشباب والفنانين ديال المغرب باش كيعبروا على الرأي ديالهم فنيا وكيوصلوا واحد الرسالة للمجتمع المغربي. شنو هو الفن اللي كتقدم من الراي ولا؟ انا مغني ديال الراي الملقب مسكر صغير من مدينه مكناس، 37 سنه، عندي دابا 17 سنه في الميدان الفني، وشبيه الفنان سعيد مسكر اللي كنبغي نوجه ليه التحيه بهذه المناسبه هذه. شكون هو الفنان يعني المثل ديالك الاعلى اللي تمنى طلع معاه في لاسين؟ الفنان ديالي يعني اللي قدوه ديالي في ميدان الراي اللي سبقني تجربه في الفن هو سعيد مسكر، اللي كنتمنى يعني كان عطاني وعد في واحد القناه اعلاميه لا داعي لذكر الاسم ديالها، نتمنى ان شاء الله يكون واحد اللقاء باش نوصلوا هما فريمون يعني انا الشبيه ديال سعيد مسكر، مي كل واحد باش لو ستيل باش كيخدم. انا كنغني مثلا الراي، هو كيغني دونس الكترو، يعني كاين واحد الفرق بغيت نوضح للجمهور، يعني كاين فرق شاسع بيني وبين سعيد مسكر. تبارك الله عليه، كنتمنى لي مزيد من التألق ان شاء الله. نعم، واش عندك شي اغاني ديالك خاصه دايره انت؟ عندي اغاني يعني انا في نفس الوقت مغني ديال الراي وكاتب كلمات وملحن. ان شاء الله باقي الجديد القدام ان شاء الله اللي كنوعدوا به الجمهور الكريم. ممكن تغني لنا شي مقطع من شي اغنيه؟ ساكيف كسافيت سعيد مسكر اللي كنغنيها جميع السهرات ديالي، وهاد لا شونسون يعني عزيزه عليا بزاف من البدايه ديالي ديال الميدان الفني. نعم صح. نعم. ماما ماما وغادي غادي، ماما انا عايش جوال وداير صاكف كتافي وباغي نعرف حق رجال، لا ولا لا 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 انا والوحده راه عشران وراه حباب وراه صحاب وعايش حالتي راه حيران، زمان يدور عليا صاب ولا لا ولا لا لا لا. شكرا. الصوت ديالك كنا كنسمعوه طبيعي، ما شنو الرساله ديالك دوك الشباب اللي كيغيروا من الصوت ديالهم باش يطلع الصوت ديال الراي داك؟ هي كرساله وكنصيحه في نفس الوقت. نعم. يعني بالنسبه للشباب الجيل الصاعد اللي شونتور ولا اي مجال موسيقي، لازم يعني واخا يمشيو للاستوديو يديروا لونجستريمون الاصوات ديالهم، لازم يغنيو بصوت طبيعي، لان الفنان الحقيقي لازم يغني بصوت طبيعي. لانه نعطيك مثال بار اكزومبل، مثلا كيطلعوا مثلا في شي مهرجان ولا شي حفله، يعني كيكونوا مع الجروب مع دي جروب ميوزيكال، لازم يغني بصوت طبيعي، ما يدخلش القضيه بما تسمى باللغه الموسيقيه او باللهجه الموسيقيه لوتوتين. لوتوتين يعني ندرجها انا هي الميكسور. يعني ما لازم كما يقولوا ما يخربق الصوت، يغني بصوت طبيعي باش الناس تحبوا، وبهذا المعنى هذا ما يديرش كوبي كوري الصوت ديالو باش يتسمى، باش فهمتي يعني الرساله شنو بغيت نوجه للشباب. فوالا. كلمه اخيره نتمنى من وزاره الثقافه يعني تنظر من حال الفنان المغربي وبالضبط الفنان المكناسي، اللي لازمنا بزاف يعني ديال الامور، يعني يعطيونا فرصه مثلا دعم مجميع يعني الدعم معنوي، حنا ما نبغيوش دعم مالي، يعطيونا فرص نشتغلوا في مكناس ونبينوا بنيه مكناس. انا بصفتي كفنان مكناسي كنفتخر بمدينتي بارتو ماروك، يعني في داخل وخارج ارض الوطن. وتحيه لكم وتحيه صوت العداله والمكنسه كاملين، وراه كنبغيكم بزاف. شكرا، كنشكرك بزاف. شكرا بارك الله فيك.